بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهيواتنا ني تقدم لكم فطيرة البيتزا بعجينة خفيفة جدا وطرية وقطنية، أما الحشو فيمكن لكم تغيروا فيه حسب ما يحلو لكم وما يناسب ذوقكم. تبعوا معايا الفيديو إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. بسم الله وابدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهاد فطيرة البيتزا فهي كتحتاج عجينة وحشو البيتزا العادي اللي على ذوقكم. بالنسبة للعجينة فيمكن لكم تعملوا اي عجينة فطائر معتمدة عندكم، يعني مثلا يمكن تختاروا من قناتي العجينة السحرية او اي بيتزا سبق وحضرتها يمكن لكم تستعملوا فيها هاد تستخدموا عجينتها لهاد الفطيرة هذه. انا بالنسبة لي هنا فغادي نعمل عجينة بسيطة نستعرضها لكم، فيها 350 غرام ديال الدقيق الابيض وفيها قليل من الملح، طبعا شوية الملح، وهنايا عندي زعتر البيتزا وشويه ديال اعشاب منسمه حسب الذوق، وعندي هنايا ثلاث ملاعق كبيره من زيت الزيتون، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر مع واحد المعلقه كبيره ممسوحه ديال خميره الخبز، خميره حبيبات او الجافه، طلقتهم مع واحد شويه ديال الماء دافي حتى ولا عندي الخليط بحال هكذا. غادي نفروها حتى هي، وغادي نعجن بالماء الدافي، غادي نعجن عادي حتى نحصل على واحد العجينه لينه ومرخوفه واحد شويه، ما تكونش ثاني قاصحه، نطلقوا من بعد ما نعجنها. هنايا بعد ما انتهينا من العجن هانتوما كتشوفوا العجينه عندنا طريه بزاف ولينه، يعني ماشي قاصحه. غادي ناخذ اناء وغادي نفرغ فيه واحد شويه ديال زيت الزيتون، غادي نقلبها مزيان، وغادي نغلفها نغلف هذا الاناء هذا بالبلاستيك الغذائي ونخليها في واحد المكان دافئ حتى تختمر تماما. هنايا كما كتلاحظوا العجينه ديالنا اختمرت بسرعه مع الجو سخون، غادي نقلبها هنايا في هذا الاناء هذا فوق هذا الورق. وغادي نبقى نطلقها هكذا. غادي تلاحظوا معايا، شوفوا قداش طلقتها وشوفوا الصينيه فاش غادي نعملها، يعني خارجه على الحواشي ديالها دابا لان غادي نطويوها من الجناب. دابا غادي ناخذ هاد الجراره هادي وغادي نعمل بحال هكذا، على يعني الضاير ديال هاد العجينه هادي. هنايا كما كتلاحظوا هزيت هاد العجينه هذه حطيتها في الصينيه، وافضل افضل انكم تسرحوها فوق الطاوله اللي غادي تخبزوها فوقها من البدايه. هنايا هاد الحواشي اللي مقطعين خليتهم مدلين بهذا الشكل هذا، وحطيت هنايا شرائح ديال الموزاريلا هنايا هانتوما على هاد الدوره هذه كامله حطيت شرائح الموزاريلا، وغادي نحط دابا بعض القطع من اللانشون او مرتديلا او اي حاجه كتحبوا عملوها.
وغادي نبداو نقلبوا هاد الاطراف بحال هاد الشكل هذا. غنبقاو حتى نكملوهم بحال اللي كنضفروا هكذا. هنايا كما كتلاحظوا طوينا الجوانب كاملين، طويناهم بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذوا دابا صلصة البيتزا. انا استعملت هنا الصلصة الجاهزة. بالنسبة للوصفة فموجودة على قناتي اذا حبيتوا تحضروها بانفسكم. غادي نبدا نوزع الصلصة على كامل الوجه. هنايا بعد ما نسيت ما قلت لكم انني قبل ما نمسح العجينه بالصوص ديال البيتزا ثقبتها كامله بالشوكه باش ما تنفخش لينا. دابا غادي ناخذ هنايا الجبن ايضان، غادي نحك واحد شويه على الوجه. كنعمل دائما انا الايضان مع الموزاريلا في وصفات البيتزا، لان الموزاريلا طعمها يعني محايد، ما كتحسش بطعمها انه قوي، لكن الشيدر او لا الايضان ولا شي حاجه هو اللي طعمه قوي باش نحسوا بطعم الجبن. هنا بالنسبه للحشو فغادي تعملوا الحاجه اللي كتعجبكم. انا عندي هنا فلفل اخضر، غادي نبدا نوزعه هنايا فوق طبقه الجبن. عندي اخترت نعمل لانشون. من بعد لانشون غادي نعمل شرائح الزيتون الاخضر وبعض الحبيبات من الاسود. هنايا بعد ما حطينا شرائح الزيتون الاخضر ضفت واحد شويه ديال حبيبات ديال الزيتون الاسود. الفرن انا في هذه المرحله عامله كيسخن مزيان على حراره عاليه. غادي ناخذ واحد الصفار ديال البيضه وغادي نخففوا بشويه ديال قطرات ديال الخل. غادي نخفق مزيان وغادي نمسح به هاد الحواف هادو اللي ضفرت قبيله. دهنا الحواف بالصفار ديال البيض، غادي نرش بالقليل من السمسم او الزنجلان. غادي نعمل واحد الرشه ديال الزعتر. واحد شويه ديال زيت الزيتون. وغادي ناخذ هنايا ما غاديش نحط كامل الموزاريلا اللي عندي، غادي نحط غير شويه عاد في التالي منين تقرب تخرج ونبغي نحمر هاد الجنيبات عاد باش نضيف الباقي. دابا غادي ندخل هاد الطيب للفرن. بالنسبه للوقت فكيبقى حسب نوعيه الفرن. انا مثلا غنقدر تاخذ ليا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه وعلى حراره عاليه يعني 200 درجه وفرن ديال البوتاغاز. نتوما تشوفوا حسب نوعيه الفرن تاعكم.